السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه اخواتي واصحابي الغاليين من كل مكان حوالين العالم؟ عراق الانثى مع الذكر، ليه الانثى بتقعد تضرب الذكر باستمرار وليه الزغاليل بنلاقيها تخرج بدري كده وهي لسه ما اكتملتش؟ ده هيكون موضوعنا ان شاء الله هنتكلم عنه النهارده بالتفصيل، وهقول لك تعمل ايه في حاله من الحالات ديت لما تحصل معاك. لكن في البدايه بذكرك لو لسه اول مره تشوف القناه بتاعتنا ما تنساش تنضم لاسرتنا الغاليه عن طريق الاشتراك من الزرار الاحمر تحت سبسكرايب او اشتراك، وتفعل زرار الجرس عشان كل ما ينزل فيديو جديد يجي لك اشعار بيه. يلا بدنا نبدا على بركه الله. اول حاجه الانثى بعد ما بيقوم الذكر بعمليه تخصيب ورعايه الفروخ، وتبدا الفروخ تكبر واحد ورا الثاني ويبداوا يعتمدوا على نفسهم ويخرجوا، الذكر بيبقى عاوز يتزاوج مع الانثى بتاعته عشان يخش في دوره انتاج جديده. بعض الطيور ما بتكونش عندها عقلانيه للتوقيت بتاع التزاوج، هو الذكر معجب بالانثى وعاوز يتجوز معاها بغض النظر بقى ان هي معاها زغاليل لسه صغيره وما كملش تريش والزغاليل كتيره او صغيره، لا هي عاوزه، هو عاوز يتجوز وخلاص. الحل بتاعها بيبقى الانثى بتقوم بالعراق مع الذكر ويبداوا الاثنين يضربوا في بعض. في طيور بتكون متوالفه مع بعضها والتوالف كويس، فبمجرد ما الذكر ما بيضرب الانثى الانثى بتخاف وتخش جري على طول على العش بتاعها. اما في طيور تانيه لا، مهما بيتخانقوا مع بعض الانثى ما بتستجبش والتوالف ما كانش تم بصوره صحيحه، فتلاقي الذكر يضرب الانثى ويبداوا يعوروا بعض. وده اللي حصل معانا، ان الذكر بدا يتعارك مع الانثى والانثى خايفه على الفروخ بتاعتها، تعمل ايه؟ بدات تضرب الذكر، وبالفعل ضربت الذكر وعورته حته كده في منقاره، هفرجكم عليه دلوقتي. اهو هو ده الذكر بتاعنا، انا حاطه وسط المجموعه ديت على سبيل ان دول مجموعه شبابات والمكان كلهم منقولين فيه لسه، فمش هيكون في اي عراك ما بينهم باذن الله. هي ضربها من عند المنقار بتاعه، من عند الجنب كده، ومن عند الجناح بتاعه كمان. اهوت ده الاخ بتاعنا اهو، مش الناحيه دي، بصوا استنى كده خليه في الناحيه الثانيه، لف كده يا كابتن اهو، بصوا منقاره من الجنب كده، مش عارف بان لكم ولا لا. في الحاله دي ما ينفعش انك تفضل سايب الذكر عند الانثى، لازم على طول تشيل الذكر وتبعده عن الانثى، لان لو العراق توصل اكتر من كده او لو استمر اكتر من كده ممكن تخسر الذكر بتاعك. في اثر دم على الجناح بتاعه، هو واخدين بالكم منها اهي، في اثر دم على طرف الجناح بتاعه. ما تفرحش بالانثى بتاعتك وتقول ما شاء الله الانثى كويسه وبتضرب الذكر وواخده بالها من نفسها، لا ما تفرحش بالموضوع ده. العراق ديت مش حاجه كويسه ان يكون موجود في الطير بتاعك، بل بالعكس ده انت حاجه تقلقك، ولازم فورا تعزل الذكور عن الاناث. طيب امتى بقى اعزل الذكر وايه هي الحالات بتاعت العزل؟ لو الانثى مثلا معاها زغاليل زي الاخ دوت كده في السن ده او في العمر دوت، يبقى في الحاله دي بتعزل الذكر والانثى بتقوم بعمليه التاكيل. طيب لو الانثى لسه معاها بيض برضه هتعزل الذكر. طيب امتى اعزل الانثى عن الذكر واسيب الذكر هو اللي يكمل؟ لو كانوا هما الاثنين لسه في مرحله التوالف ولسه مش معاهم بيض، في الحاله دي ممكن تعزل وانت مطمن. الطير بقى او الزغلول بيحب يعتمد على نفسه وبيحب يخرج بره العش بغض النظر على ان هو سنه لسه صغير، لا بتلاقيه باستمرار عاوز يخش جوه العش بتاعه. بص الانثى دي ما بتعضش، كانها بتبوس ايديا، بسم الله، بس ممكن تعضني عشان خاطر همسك عيالها. بصوا بصوا، لا كده خلاص كده بدات تتضايق. ادي الزغلول اهوت من ضمن الزغاليل خرج بدري من العش، لسه الريش بتاعه ما اكتملش ولسه الريش اللي هو القطني دوت موجود اهو من تحت الجناح. بصوا بسم الله ما شاء الله، من الحاجات الجميله ده عصفور تركيبات انا شغال عليه وكنت محضره تحت الزوق دوت على سبيل يطلع يعني باذن الله على خير. بسم الله ما شاء الله، تاكلها كويس اهوت للزغلول، الحويصله بتاعته كويسه. لما تلاقي الزغلول في العمر ده خرج بره العش ما تسيبوش بره، على طول دخله جوه العش بتاعه. طيب ليه؟ لان الدفء واحساس العصفور بالدفى هو اللي بيخلي جسم العصفور يكبر، اما البرد بيبقى عائق لهضم الاكل، فلازم باستمرار اول ما العصفور يخرج بره ما تسيبوش وتدخله يتدفى. بص العصفور عمال بيعكس الام ازاي، بص لازق للام رغم ان هو واثق والحويصله بتاعته ممتلئه، بس برضه لا ما هواش عاجبه، هو لا هو كده عاوز ياكل كمان. دي من ضمن الحاجات اللي بتخلي الاهالي تزهق من الفروخ ويبدا يحصل ضرب او افتراس. طيب الذكر بقى اللي احنا شلناه دوت نرجعه تاني للانثى بتاعته امتى؟ ترجعه بعد ما الزغاليل كلها تتفطم
وتلاقي الانثى يبدا عليها علامات ان هي حامل، ان هي عندها وضع بيض جديد او في دوره جديده. طب ايه هي علامات الحمل بالنسبه للانثى؟ ده ان شاء الله فيديو جديد هنبقى نعمله باذن الله، وهنتكلم عنه بالتفصيل، وهوريكم حاجه من الطيور بتاعتي اللي بتجهز لوضع بيض. ولكن حاجه مهمه عاوز اقول لك عليها في الفتره دي، لازم الزغاليل يكون قدامها اكله زي ديت كده كبيره، على سبيل لو اي زغلول خرج يقعد جوه الاكله يتدفى، ولو عنده قابليه لان هو ياكل تبقى الاكله دي ميسره الموضوع ان هو ياكل فيها، بيقعد جواها ويقعد ياكل. اما المسقه اللي انا حطيتها البلاستيك ديت فهي كده مش مناسبه ليهم. كان الافضل طبعا ان انا احط مسقه فخار، ولكن انا مش حاطط المسقه للسن ده، انا حاطط المسقه بس عشان خاطر الانثى لو حبت تهتم بريشها او بجسمها. طبعا هي مش معاها وليف فبتقعد تمسح بجسمها كده، شفتم مسح بجسمها كده في القفص علشان خاطر تنظف الريش بتاعها. من الحاجات الجميله جدا اللي بنلاقيها في الطيور. كان في حد فيكم كان سالني من كام يوم على الانثى اللي كنا خرجنا منها البيضه، وقال لي هو البيض بتاعها فين، فرجنا كده عليه البيضه اللي كانت محتبسه، هفرجكم عليها اهوت. ادي البيضه اهيت، انا لسه محتفظ بيها لان انا قلت لكم في الفيديو ان كده البيضه ديت فاسده مش هتنفع وهتبقى بايظه، وكذا حد قال لي لا ده البيضه ممكن تبقى سليمه خليها ما تشيلهاش. اهي البيضه اهي، بصوا عملت ازاي، اتكورت من نفسها ودخلت جوه بعضها كده، ولا حد جه جنبها ولا حد لمسها ولا عمل لها اي حاجه، وانا بايديا لو كنت ضغطت عليها كان هتتكسر نصين. لكن اللي حصل فيها ان هي انكورت لان الكالسيوم بتاعها ما كانش اكتمل. البيضه او الانثى كان عندها مشكله في البيضه علشان كده ما قدرتش انها تطلعها بالشكل الصحيح. فالبيضه بصوا دخلت جوه بعضها ازاي، سبحان الله. فلما يكون عندك عصفور لا قدر الله حصل فيه موضوع الاحتباس، البيضه اللي تطلعها منه بعد الاحتباس ما تخليهاش، شيلها وما تحتفظ بيها، لان البيضه هتبقى بايظه، بيضه فاسده، وما ينفعش تتحط وسط البيض اللي الانثى هتكمل رقاد عليه او اللي هتكمل تحضين له. نرجع بقى للموضوع بتاعنا، ما تنساش طبعا انك تهتم بالتغذيه بتاعت الانثى دي، لان كده دلوقتي هي اللي وقع عليها العبء بتاع الزغاليل والاهتمام والتاكيل. الانثى بتكون معتمده اغلب الوقت على الذكر ان هو اللي بياكل وبيشرب وياكلها وهي جوه العش، فبتكون مرتاحه وبتكون مستحمله اعباء الانتاج ان هي كل شويه تقعد تاكل وجبه للزغاليل كل نص ساعه او كل ساعه، فده ارهاق كبير جدا عليها لان كده نومها بيكون قليل جدا. وعلى العموم الطير اصلا او العصافير ما بتنامش بفتره كبيره، العصافير خلال اليوم بتنام خلال ال 24 ساعه بيبقى 5 دقائق او ربع ساعه بالكثير طول ال 24 ساعه. يمكن دي حاجه جديده انت اول مره تعرفوها، ولكن دي حاجه حقيقه عن طيور الزينه. التغذيه لازم تكون بما ان في زغاليل كده معاها يوم بيض ويوم غله لحد فطام الفروخ. لو حبيت تغير او تنوع ممكن تحط حاجه زي الكوسه او الجزر المبشور وتضيفه مع وجبه البيض. التغذيه مهمه جدا في فتره خروج الزغاليل عشان دي اهم فتره في حياتهم، اللي بيتحدد بعد كده الانتاج بتاعهم هيبقى عامل ازاي خلال السنين الجايه. اتمنى تكون استفدت من الفيديو، ما تبخلش علينا بقى وتدينا اللايك الجميل بتاعك، واشترك في القناه لو كنت لسه اول مره تشوف القناه بتاعتنا. هسيبك على خير في رعايه الله.